بعد 6 سنوات من الغياب انطلقت الأشغال التحضيرية للدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون على مستوى الخبراء، دورة من المنتظر أن تتوج بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين. نحن الآن بصدد تكوين 3 لجان، لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الموارد البشرية، وبعدها كذلك عندنا لجنة صياغة النصوص، يعني وهذه لجنة مهمة جدا لأنها هي التي ستحضر وستضبط النصوص وتجهزها للتوقيع في اللجنة المشتركة الكبرى يوم الأربعاء إن شاء الله 14 سبتمبر. سنعكي بعد دراسة بعض الاتفاقيات انعقاد الدورة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية جاء بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية عقب زيارة الدولة التي قام بها نظيره الموريتاني إلى الجزائر شهر ديسمبر الماضي.